بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم طلبة وطالبات الفرقة الرابعة مجموعة ب. النهاردة هنشرح السكشن الثاني من مادة الاقتصاديات، هي المادة الخاصة بدكتورة سمية عبده، تقديم وإعداد المعيدة نهى الله. في السكشن ده هنشرح فيه الفصل الثالث والفصل الرابع. في الفصل الثالث هنعرف إيه طبيعة الاستثمار، هنشرح في الفصل الرابع طبيعة دراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية. تمام. ثاني حاجة لازم نبقى عارفين خلال السكشن ده، هنبقى نعرف في مفهوم الاستثمار، أهمية الاستثمار، أهداف الاستثمار، وأنواعه، والمقومات الأساسية اللي من خلالها يمكن اتخاذ قرار استثماري صحيح، والمبادئ العلمية في اتخاذ القرارات الاستثمارية، ومحددات الاستثمار، وطبيعة ودراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية. مبدئيا كده لازم نعرف ايه هو الاستثمار. الاستثمار هو التضحية بمنفعة حالية يمكن تحقيقها من اشباع استهلاكي حالي من اجل الحصول على منفعة مستقبلية يمكن الحصول عليها من استهلاك مستقبلي افضل. ايه بقى الكلام ده؟ لازم نبقى عارفين ايه معنى الكلام اللي مكتوب. الكلام ده بيقولك ان الاستثمار لازم ان انا اضحي بحاجة انا ملكاها دلوقتي، مبلغ مالي انا معايا دلوقتي عايز اعمل بيه مشروع عشان يضر عليا منفعة اكبر في المستقبل. يعني انا ببص للمستقبل، بصرف دلوقتي وبص للمستقبل. تمام. تاني حاجة مفهوم الادخار، هو الامتناع عن جزء من الاستهلاك الحالي من اجل الحصول على مزيد من الاستهلاك في المستقبل. ده برضو الادخار، يعني بيعرفنا ان انا ممكن استهلك او اشيل ادخر جزء من الفلوس اللي معايا في الوقت الحالي عشان استخدمها عشان في المستقبل عشان تدر عليا ارباح ومنافع مستقبلية. ولكن يمكن القول بان الادخار يختلف عن الاستثمار في ان الادخار لا يحتمل اي درجة من المخاطرة. طبعا لان الاستثمار انا بخاطر بالفلوس اللي معايا، لكن الادخار انا بشيل جزء عشان استخدمه في المستقبل عشان ينفعني ان انا احقق فيه. فمن خلال هذا المفهوم ان انا ينفع ان انا اقول ان الادخار امان اكثر من الاستثمار. تمام. هنبدأ بالاسئلة المقالية عن الفصل الثالث والفصل الرابع. لازم نعرف ايه، عرف الاستثمار واشرح اهدافه. تعريف الاستثمار كما وضحنا من قبل، هو التضحية بمنفعة حالية يمكن تحقيقها من اشباع استهلاكي حالي من أجل الحصول على منفعة مستقبلية يمكن الحصول عليها من استهلاك مستقبلي أكبر. كما وضحنا من السابق إن أنا في الاستثمار هضحي بحاجة أنا ملكها دلوقتي عشان أحصل عليها في المستقبل بشكل أكبر. تمام. هنعرف إيه أهداف الاستثمار. الهدف الأول يمكن تحقيق عائد مناسب يساعد على استمرارية المشروع. قد يكون هذا الهدف من أجل النفع العام مثل المشروعات العامة التي تقوم بها الدولة، أو من أجل تحقيق العائد أو الربح للمشروعات الخاصة. نقف عند الهدف ده شوية. هنعرف إيه هو النفع العام. النفع العام هو الحاجة الاستثمار اللي بتقدمه الدولة وتقوم به الدولة، سواء هي كمشرفة عليه أو هي صاحبة المشروع، من أجل تحقيق نفع عام للمجتمع بالكامل، لأفراد المجتمع بالكامل. إنما المشروعات الخاصة يكون هدفها هو تحقيق العائد والربح لها هي شخصيا وليس للمنفعة العامة. 2. المحافظة على قيمة الأصول الحقيقية. إيه هي الأصول الحقيقية؟ لازم نبقى عارفين إيه الأصول الحقيقية، لأن إحنا عندنا من أنواع الاستثمار عندنا أصول حقيقية وأصول مالية. الأصول الحقيقية هي الاستثمار من ناحية المفهوم الاقتصادي، الحاجة اللي معايا فعلا. إنما الأصول المالية
والاقتصادية هي الأصول في اللي هي الخاصة بالأوراق المالية زي الأسهم والسندات، تمام؟ ثلاثة، استمرارية الحصول على الدخل والعمل على زيادته. الهدف الأساسي من أي استثمار هو تحقيق الربح الذي يؤدي من خلاله إلى زيادة الدخل والعمل على استمراريته وزيادته. أي مستثمر سواء بشكل عام أو بشكل خاص، الهدف الأساسي له هو تحقيق الأرباح. الأرباح دي بقى سواء على المدى الطويل أو المدى القصير. فلو الاستثمار اللي هو داخل فيه مش هيحقق له الربح اللي هيؤدي إلى إنه يبقى معاه دخل مستمر ويزوده، مش هيدخل في الاستثمار ده، تمام؟ أربعة، ضمان السيولة اللازمة. الاستثمار لكي يكون ناجحا يجب أن يتوفر لديه سيولة كافية لكي تساعده على تحقيق المطلوب من هذا الاستثمار، سواء كانت المنفعة عامة أو منفعة خاصة. طبعا لازم عشان يكون الاستثمار ده مهم ونافع وناجح، يجب أن أوفر له السيولة اللازمة، ويعمل هذا الاستثمار على تحقيق السيولة اللازمة دي من خلال دورة الاستثمار التي يقوم بها. ده بالنسبة لأول سؤال. ثاني سؤال، أنا أعرف عرف كل من دراسات الجدوى الأولية ودراسات الجدوى التفصيلية مع الشرح لكل منهم، تمام؟ الإجابة طبعا على هذا السؤال، حظى موضوع دراسات الجدوى الاقتصادية بالاهتمام الكبير في تحقيق الاستخدام والتوزيع الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة. فهناك علاقة وثيقة بين كل من دراسات الجدوى الاقتصادية وطبيعة القرارات الاستثمارية. فكلما اعتمدنا القرار على دراسات شاملة ودقيقة وموضوعية وعلمية، كلما كان القرار ناجحا وأمانا في تحقيق الهدف. طبعا لما يكون عندي قرار أنا عايز أتخذه كمستثمر، أنا مستثمر عايز أتخذ قرار يحقق لي المنفعة، لازم أعمل له أولا، أنا كمستثمر ناجح يجب أن أعمل دراسات جدوى اقتصادية شاملة عشان أتخذ القرار المناسب، أو سواء بالتنفيذ أو الإحجاب عن هذا الاستثمار. بالنسبة أولا نعرف إيه هي دراسات الجدوى الأولية. دراسات الجدوى الأولية هي عبارة عن دراسة أو تقرير أولي يمثل الخطوط عن كافة جوانب المشروع أو المشروعات المقترحة، والتي يمكن من خلالها التوصل إلى اتخاذ قرار إما بالتخلي عن المشروع أو الانتقال إلى دراسة أكثر تفصيلا. زي ما قلنا إن أنا عشان كمستثمر ناجح لازم إن أنا أتخذ القرار الخاص بالاستثمار اللي أنا عايز أعمله، سواء مشروع أو عدة مشروعات، إن أنا أعمل أولا دراسة توضح لي إذا كنت هكمل في هذا المشروع أو هحجب عنه. ثانيا، دراسات الجدوى التفصيلية، وهي عبارة عن دراسات لاحقة للدراسات الجدوى الأولية، ولكنها أكثر تفصيلا ودقة وشمولية منها، وهي بمثابة تقرير مفصل يشمل كافة جوانب المشروع المقترح والتي على أساسها تستطيع الإدارة العليا أن تتخذ قرارها إما بالتخلي عن المشروع نهائيا أو الانتقال إلى مرحلة التنفيذ. حيث تعتبر الدراسات الجدوى الأولية والتفصيلية هي مكملة ومتتالية، ولا يمكن الاكتفاء بدراسة واحدة لكي تكون بديلة عن الدراسات الأخرى، أي ليست معوضة ونتيجة لهذه الدراسة يتم إما التخلي عن المشروع أو البدء بعملية التنفيذ. قبل ما ننتقل لسؤال جديد، لازم أبقى عارف إن قرار الاستثمار الناجح بيقوم على دراسات الجدوى الاقتصادية بشكل عام، واللي بتشمل حيث دراسات الجدوى الاقتصادية عندنا منها دراسات جدوى أولية ودراسات جدوى تفصيلية، ولازم الاتنين يتعملوا، أو إن أنا ما ينفعش أخد قرار بناء على واحدة من الاتنين، لأن الاتنين بيعتبروا مكملين لبعض. ننتقل للسؤال اللي بعده.
ندخل على أسئلة الاختيار. يمكن تعريف الاستثمار بأنه، أعرف الاستثمار، احنا عندنا أكثر من تعريف للاستثمار. التضحية بمنفعة حالية يمكن الحصول أو يمكن تحقيقها من إجباء استهلاكي حالي من أجل الحصول على منفعة مستقبلية، يمكن الحصول عليها من استهلاك مستقبلي أفضل. اثنين أو باء، التخلي عن استخدام أموال حالية ولفترة زمنية معينة من أجل الحصول على مزيد من التدفقات النقدية في المستقبل، تكون بمثابة تعويض عن الفرصة الضائعة للأموال المستثمرة. الإجابة الثالثة وهي الإجابة ألف وباء معا، د لا شيء من ما سبق. الإجابة الصحيحة طبعا هتكون هي الإجابة رقم ج اللي هو ألف وباء معا. ونشرح ليه اخترنا الإجابة دي، لأن هناك أكثر من مفهوم للاستثمار، حيث يعد الاستثمار هو بمثابة إنفاق للحصول على منفعة حالية أو مستقبلية، حيث أي زيادة في الاستثمار تؤدي إلى زيادة في الدخل. طبعا عندنا الاستثمار اختلف طبعا على التعريف الأمثل له، لكن هناك أكثر من مصطلح ولكنهم كلهم في الآخر بيدوني نفس المعنى، إن الاستثمار بيعود بالنفع بالمنفعة الحالية والمستقبلية، والاستثمار بشكل عام بيسعى إلى المنفعة المستقبلية اللي هتدر عليه منفعة أكبر من اللي هيحقق في المنفعة الحالية. ندخل على السؤال الثاني، يختلف الادخار عن الاستثمار في درجة المخاطرة، التضحية للحصول على منفعة حالية ومستقبلية، لا شيء مما سبق، كل ما سبق. الإجابة الصحيحة طبعا هتكون كل ما سبق، هو الإجابة رقم د. ليه بقى؟ حيث أن الادخار يختلف عن الاستثمار في أنه لا يحتمل أي درجة من المخاطرة، كما أنه لا يسعى إلى تحقيق المنفعة الحالية والمستقبلية على العكس من الادخار. ثلاثة أو السؤال الثاني، من أهمية الاستثمار؟ الاستثمار ليه أهمية كبيرة جدا، سواء منفعة عامة أو منفعة خاصة. في إيه بقى من أهمية الاستثمار؟ ألف زيادة الدخل القومي، اثنين خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج ودعم الميزان التجاري وميزان المدفوعات، ثلاثة دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. الإجابة الرابعة هي د كل ما سبق. الإجابة الصحيحة طبعا هتكون كل ما سبق، الإجابة رقم د. ليه بقى؟ ليه الإجابة رقم د هي اللي صح؟ لأن أنا عندي عدة أهميات أو أكثر من أهمية للاستثمار، في أنه يهتم بالدخل القومي. طبعا كلما زاد الاستثمار كلما زاد الدخل القومي، وأدى إلى زيادة في ميز في أو دعم في الميزان التجاري وميزان المدفوعات. ليه بقى؟ طب اهتمت الدول المتقدمة اهتمام كبير بالاستثمار من خلال قيامها بإصدار القوانين والتشريعات المشجعة للاستثمار واللازمة لانتقال رؤوس الأموال، إلا أن الدول النامية لا تهتم بالاستثمار على الرغم من ندرة رأس المال في هذه الدول. عندنا في دول متقدمة ودول نامية. الدول المتقدمة اهتمت بالاستثمار والادخار معا، بينما الدول النامية لا تهتم بالاستثمار ولا بالادخار، على الرغم من أن الدول النامية لديها ندرة في رأس المال عكس الدول المتقدمة، فيجب أن تهتم الدول النامية بمثل هذا الاستثمار، الاستثمار والادخار. ندخل على السؤال الرابع، ما هي العلاقة بين العائد والمخاطرة؟ أو العلاقة بين العائد والمخاطرة هي هتكون علاقة عكسية، ب علاقة طردية، جين لا يوجد علاقة بينهما، د لا شيء مما سبق. الإجابة الصحيحة هتكون
هي الإجابة رقم ب، وهي علاقة طردية، حيث يوجد علاقة طردية بين كل من العائد والمخاطرة، أي أن كلما كان طموح المستثمر بالحصول على عائد أكبر كلما كانت درجة المخاطرة أكبر. إزاي؟ يعني أنا كمستثمر لما أسعى إن أنا أحقق منفعة أكبر، يعني أنا كده ضحيت بمبالغ مالية أكبر، يعني أنا كده عندي مخاطرة إن أنا ممكن أفقد هذا رأس المال اللي أنا دفعته. عشان كده هناك علاقة طردية، كلما زاد طموح المستثمر أو الرغبة في الحصول على شيء كلما زادت المخاطرة، والعكس صحيح، كلما انخفض حجم الحصول الذي أو الاستثمار الذي يتوقع المستثمر الحصول عليه كلما انخفضت حجم المخاطرة أو درجة المخاطرة مع هذا الاستثمار. السؤال الخامس، تتمثل محددات الاستثمار في كل من سعر الفائدة ودرجة المخاطرة، ب الكفاية الحدية لرأس المال، ج التقدم العلمي والتكنولوجي، د الإجابة كلما سبق. الإجابة الصحيحة طبعا عندنا هي د كلما سبق. ليه بقى؟ حيث يوجد عندنا أكثر من محدد للاستثمار، عندما الاستثمار لكي يكون ناجحا يجب أن يكون هناك محددات تحد أو تساعده على أن يكون ناجح. عندنا أولا درجة المخاطرة، أي أنه كلما زادت معدل الاستثمار كلما زادت المخاطرة، أي أنه يوجد علاقة طردية بين كل من معدل الاستثمار ونسبة المخاطرة. اثنين، مدى توفر الاستقرار الاقتصادي والسياسي والمناخ الاستثماري. تمام، أي أنه كلما زاد أو كان هناك استقرار اقتصادي وسياسي في الدولة كلما زاد الاستثمار، يعني في حالة الحروب أو حالة الثورات الدول اللي بيكون فيها عندها ثورة أو حرب بيكون فيها الاستثمار منخفض، لأن طبعا عندنا الاستثمار منخفض بحجم المخاطرة، وكل مخاطرة هتزيد لما يزيد لما يكون عندي الدولة دي أساسا مش مستقرة لا اقتصاديا ولا سياسيا. ثلاثة، توفر الوعي الادخاري والاستثماري، دي بخلاف المحددات المذكورة في السؤال. تمام، السؤال السادس، عندنا أنواع دراسات الجدوى الاقتصادية، عندي دراسة جدوى أولية، دراسات جدوى تفصيلية، الإجابة ج ألف وباء معا، الإجابة د لا شيء مما سبق. الإجابة الصحيحة طبعا هتكون هي الإجابة ج، هي ألف وباء معا، إن دراسات الجدوى الاقتصادية تنقسم إلى دراسات جدوى أولية ودراسات جدوى تفصيلية، حيث أن الدراستين معا هما مكملتان لبعض، يعني ما ينفعش أتخذ قرار استثماري بواحدة منهم، لازم إن أنا أقوم كمستثمر بدراسة جدوى أولية ودراسة جدوى تفصيلية. أنا أعرف طبعا دراسة الجدوى الأولية، وهي عبارة عن دراسة أو تقرير أولي يمثل الخطوط العامة عن كافة جوانب المشروع أو المشروعات المقترحة. دراسة الجدوى التفصيلية، وهي عبارة عن دراسات لاحقة للدراسات الجدوى الأولية ولكنها أكثر تفصيلا ودقة وشمولية منها. زي ما قلنا إن الاتنين مكملين لبعض، يعني بيقول لك إن دراسة الجدوى التفصيلية لاحقة لدراسة الجدوى الأولية. السؤال السابع، دراسة الجدوى تعرف بأنها سلسلة دراسات متخصصة مترابطة ومتكاملة تجرى سلفا اللي هي مسبقا يعني على مشاريع الاستثمار المزمع اللي أنا هختاره أو أحدد تنفيذه منذ التفكير في عمل المشروع. ب تلك الدراسات اللازم تنفيذها للتحقق من أن نواتج مشروع الاستثمار تفوق الموارد التي تتخصص له. ج ألف وباء معا، ذا لا شيء مما سبق. الإجابة طبعا الصحيحة هي ألف وباء معا، وهي على الرغم من اختلاف المصطلحات التي تطلق عليه
إلا أنها تختلف في المضمون والجوهر والتي تسمى تقييم مشروع أو اقتصاديات المشروع أو القرار الاستثماري. يعني دراسة الجدوى لها أكثر من تعريف وليس تعريف واحد. السؤال الثامن وهو السؤال الأخير من أسئلة الاختيار عندنا من مراحل دراسات الجدوى التفصيلية. يعني عندنا إن دراسات الجدوى الاقتصادية تتنقسم إلى دراسة جدوى أولية ودراسة جدوى تفصيلية، كما أن دراسة الجدوى التفصيلية لها أكثر من مرحلة، مش مرحلة واحدة فقط. لازم أن يكون القرار الاستثماري دقيق وشامل بالقيام بكافة النواحي والمراحل التي تقوم بها دراسات الجدوى، سواء الأولية أو التفصيلية. عندنا مراحل دراسة الجدوى التفصيلية: مرحلة دراسة الجدوى التصويتية، مرحلة دراسة الجدوى الفنية والهندسية، مرحلة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية وتقييم الربحية. كل ما سبق، الإجابة طبعا الصحيحة وهي الإجابة د، هي كل ما سبق. هنشرح طبعا كل واحدة منهم بتقوم بإيه. تمر دراسات الجدوى التفصيلية بخمس مراحل، هي دراسة الجدوى التسويقية والتي يتم من خلالها تقدير الإيرادات الكلية المتوقعة للمشروع. التسويقية اللي هي من ناحية أننا بعد ما أنتج المنتج بتاعي أو أقدم الخدمة، إيه هي الإيرادات اللي هتدخل لي مقابل التكاليف اللي أنا أنفقتها. من خلالها هيتم معرفة ذلك عن طريق دراسة الجدوى التسويقية. عندي مرحلة دراسة الجدوى الفنية والهندسية، من خلال هذه المرحلة هيتم تحديد واختيار الحجم المناسب للمشروع واختيار موقع المشروع. ثلاثة، مرحلة دراسة الجدوى القانونية والإدارية، يتم من خلال إعداد التنظيم الإداري للمشروع. عندنا مرحلة دراسة الجدوى القانونية، مرحلة خمسة، والمرحلة الأخيرة مرحلة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية. من خلال هذه المرحلة أتأكد من نجاح المشروع تجاريا، أي من ناحية الاستثمار، من ناحية الربحية، من ناحية المنفعة اللي هتعود من الاستثمار ده. من وجهة نظر المستثمر، هل هو يسعى إلى تحقيق ربحية أو منفعة عامة؟ على ذلك هيتخذ القرار يا إما بالتنفيذ أو الإحجام عن هذا المشروع واختيار مشروع آخر. عندنا ندخل بقى في أسئلة الصح والخطأ. السؤال الأول عندنا: واحد، الاستثمار يعني تضحية بمنفعة حالية يمكن تحقيقها من إشباع استهلاك حالي من أجل الحصول على منفعة مستقبلية يمكن الحصول عليها من استهلاك مستقبلي أكبر. الإجابة طبعا صحيحة، يعني كما وضحنا من السابق إن الاستثمار هو تضحية من أجل الحصول على إيه؟ على منفعة في المستقبل، حيث يعد الاستثمار إنفاق يؤدي إلى منفعة حالية ومستقبلية، أي أنه أي زيادة في الاستثمار سوف تؤدي إلى زيادة في الدخل. طبعا شرحنا ليه الاستثمار بيضحي بالمنفعة الحالية عشان يحصل على استهلاك أو منفعة مستقبلية. السؤال الثاني: الإدخار يعني الامتناع عن جزء من الاستهلاك الحالي من أجل الحصول على مزيد من الاستهلاك في المستقبل. الإجابة طبعا صحيحة. ليه صحيحة؟ هنوضحها دلوقتي، حيث أن الإدخار لا يحتمل أي درجة من المخاطرة على عكس الاستثمار الذي يحتمل درجة مخاطرة بنفس درجة الاستثمار. طبعا وضحنا إن المستثمر كلما كان طموحه في الحصول على منفعة أكبر في المستقبل كلما زادت درجة المخاطرة. طبعا ده عكس الادخار، يعني لما أشيل فلوس معايا، شلت فلوس كتيرة معايا يبقى عندي درجة ما عنديش مخاطرة أساسا، يعني أنا ما انفقتش حاجة من معايا. السؤال الثالث: الاستثمار لا يحتمل أي درجة من المخاطرة. طبعا خطأ، لأن الذي لا يحتمل أي درجة من المخاطرة هو الادخار وليس الاستثمار، لأن كما وضحنا إن الاستثمار لابد أن يرافقه مستوى من المخاطرة على بنفس الدرجة التي يسعى إليها المستثمر. أربعة، من أهمية الاستثمار زيادة الدخل القومي. طبعا صح،
عندنا من أهمية الاستثمار زيادة الدخل القومي، حيث يتحقق زيادة الدخل القومي من خلال مضاعف الاستثمار. مضاعف الاستثمار ده اللي هو حجم الاستثمار اللي أنا هقوم بيه. لو كلما زاد حجم الاستثمار كلما زادت المصادرات، كلما زاد دخل القومي أدى إلى تحسين في مستوى ميزان المدفوعات وميزان التجاري. عندنا السؤال الخامس، من أسباب ندرة رأس المال هي ارتفاع معدل النمو السكاني. طبعا صح، عندنا ندرة رأس المال بتكون في الدول النامية وليس الدول المتقدمة، لأن الدول المتقدمة تسعى إلى الاستثمار والتقدم فيه والابتكار على عكس الدول النامية، حيث يرجع ارتفاع معدل النمو السكاني إلى انخفاض في الوعي الثقافي لدى الأفراد في الدول النامية، كما أنه يرجع إلى ضعف الوعي الادخاري والاستثماري مما يؤدي إلى انخفاض في الدخل. طبعا عندي في الدول النامية لما يكون عندي الناس مش واعية إن أنا لازم يبقى في ادخار واستثمار بشكل مستمر، هيؤدي إلى إن أنا مش عندي فلوس عشان أستثمر. عشان كده بتقوم الدول المتقدمة بحاجة زي كده بعكس طبعا الدول النامية. عندنا ستة، السؤال السادس في أسئلة الصح والخطأ، الاستثمار المالي هو الاستثمار في الأصول الحقيقية اللي هو المفهوم الاستثمار. الإجابة طبعا خاطئة، لأن عندي الاستثمار المالي يتمثل في الاستثمار في الأوراق المالية كالأسهم والسندات وشهادات الإيداع وليس في الأصول الحقيقية. سبعة، أصول السابع، توجد علاقة طردية بين كل من عائد الاستثمار والمخاطرة. طبعا صح، الإجابة طبعا صحيحة. عندي هنفسر الإجابة دي صح، حيث يعتبر عائد الاستثمار هو ثمن تحمل عنصر المخاطرة وعدم التأثر. كلما زاد طموح المستثمر في الحصول على عائد أكبر كلما زادت درجة المخاطرة. طبعا السؤال الثامن، تعد دراسات الجدوى التفصيلية سابقة لدراسات الجدوى الأولية وبتكون أقل تفصيل ودقة وشمولية منها. الإجابة طبعا خاطئة، لأن دراسات الجدوى التفصيلية بتكون لاحقة لدراسات الجدوى الأولية وبتكون أكثر تفصيل ودقة وشمولية منها، حيث تعد دراسات الجدوى زي ما قلنا لاحقة وليست سابقة وأكثر دقة وتفصيل منها اللي هي من دراسة الجدوى الأولية. أنا بقوم الأول بدراسة أولية وبعد كده بدخل على الدراسة التفصيلية اللي هي مكملة لها عشان أتخذ القرار الاستثماري الصح، حيث تعد من أو أنواع المراحل دراسات الجدوى التفصيلية، دراسة جدوى تسويقية، دراسة جدوى فنية وهندسية، إدارية وتنظيمية، قانونية، مالية واقتصادية. السؤال التاسع، دراسة الجدوى التفصيلية هي عبارة عن دراسة أو تقرير أولي يمثل الخطوط العامة عن كافة جوانب المشروع أو المشروعات المقترحة. الإجابة طبعا خاطئة، لأني عندي دراسة الجدوى التعريف السابق هو تعريف لدراسة الجدوى الأولية وليس دراسة الجدوى التفصيلية، ونتيجة لهذه الدراسة اللي هي الدراسة الأولية يتم التخلي عن المشروع أو الانتقال إلى دراسة الجدوى التفصيلية. يعني أنا عندي نتيجة دراسة الجدوى الأولية مطمئنة إن الاستثمار ده مناسب حاليا، طبعا يبقى كده عندي الاستثمار ده صحيح وناجح، هنتقل لدراسة الجدوى التفصيلية اللي هي تشمل تسويقية وفنية وإدارية وتنظيمية وقانونية ومالية وما إلى ذلك إلى تنفيذ المشروع أو تنفيذ المشروعات المقترحة وتحقيق المنفعة المتوقعة منها. السؤال العاشر، تشمل دراسات الجدوى التفصيلية مراحل عديدة تتمثل في دراسة تسويقية، دراسة فنية وهندسية، إدارية وتنظيمية، قانونية، مالية واقتصادية. الإجابة طبعا صحيحة، وضحنا في السابق إن دراسة الجدوى التفصيلية لها مراحل، يعني مش حاجة واحدة بس، لأ هي ليها أكثر من مرحلة مكملين لبعض. عندنا مرحلة دراسة الجدوى التصويتية ويتم من خلالها تقدير الإيرادات الكلية المتوقعة للمشروع،
دراسة الجدوى الفنية والهندسية من خلالها هحدد حجم المشروع المناسب وهختار الموقع المناسب للمشروع. يعني ما راحش اختار موقع مش صحيح، يعني اختار موقع لديه كافة المزايا من حيث وسائل المواصلات والطرق ومتوفر جنب الأسواق وهكذا. عندنا مرحلة دراسة الجدوى القانونية والإدارية، هعد من خلالها التنظيم الإداري للمشروع من خلال الهيكل التنظيمي للمشروع اللي بينفذ لي كل واحد لي تخصص ايه. عندي مرحلة دراسة الجدوى القانونية، مرحلة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية هيتأكد من خلالها نجاح المشروع من وجهة نظر المستثمر، أي من وجهة النظر الصحيحة التي يسعى إليها المستثمر. وكده يبقى احنا شرحنا الفصل الثالث والفصل الرابع بشكل عام، اللي هو طبيعة الاستثمار وطبيعة دراسات الجدوى الاقتصادية، وعرفنا ايه هو الاستثمار وأهميته وأهدافه وأنواعه وكل ما فيه، وعرفنا برضو ايه دراسات الجدوى وبتنقسم الى ايه ومراحل كل دراسة جدوى، وعرفنا ان دراسات الجدوى مكملة لبعضها لنجاح المشروع الاستثماري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا ألتقي إن شاء الله في السكشن الثاني.